بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله قد بدأن ما أنت هل كان إلهي سبحانه وتعالى نوى في جي مساجد كان هناك بدأن إلهي سبحانه وتعالى نو قدر إنا نصو حاضرنا الله سبحانه وتعالى يعني أمهد علينا إنا تا قد بدا وحن جعل يستي وحير عوان كذا إنا وحكفها إنا إنا نكهر مريا ما دام يعربي كبحيسة قد بدا وحي كساب سنت هاي عبادة عبادات كميدة محي الإلهي سبحانه وتعالى هدفك أدنى أبورتي وعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلهي سبحانه وتعالى وحولي هاي وما أبورين إنسك إيو جنك بوحن وما أبورين إلا وحنو أبوري عبادة إنا يعني عبودان بسا ونو أبوري عبادة داس ويفربضان تهي وحكمدا واصل واه طهاره الطهاره اي اصل واه حيلي افك صلاه تكون اي وحلو باهين طهاره لو باهين طهاره اسنا وهي كسو بلاونهيسا افك انه مسقش اادي سو طاهريو مركا كديب لوغو وحلو باهين هي ويسدي ويسدي ايان مركا وحير ان درستاغينا الى سبحانه وتعالى وحنغ فانسي فضلي اي لهد ويسدي الله سبحانه وتعالى آيات قرآن آيات دوغها اللي سيد اللو ويسيست ويسيد حبنها لغا ويسيست الله سبحانه وتعالى وحور يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الله سبحانه وتعالى وحور لي هدا دوني سان صلاة إنا تكتان هدا دوني سان فاغسلوا وجوهكم طبعا قفك هدي أدويس قابو وابا قابا لكن هدي ويساس قبل محلق الربع انت صلاة قلين كهورا انا تسوي ويساقاتا او طهارة كتاقنا ذوي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وجيالك ندقوا لي الله سبحانه وتعالى إيو قعنهيني إلا حصل الله لك قار دقا مركز كدب وحلي وامسحوا برؤوسكم ماذا حين نمسحا وحاكو لو دقدان لوها الى كعبين كهنقو لغا غارا ايدنا شرط كلا ايات القران كان مخان كو دان كو حسنينا جيري مخيل انت قران كا ايات القران كا اي حستي وا اركان وا ركن واي هدي ميد كميد كا مقنت هاي وي سيدا كامل ما هي كديغنت هاي ركن غاس مخا واي لو باهن هاي ايات كا هلين وا نيهده حديثا بيانسي نبينا صلى الله عليه وسلم حلي انما الاعمال بالنيات عمل كستو الله جاجناه ها اهات الصلاه وح كستو يا هات حج ان نقض عمل كستا والله سبحانه وتعالى ان تكر لجلسد وها جاجنيس ما لغا باهن هي نيه انما الاعمال بالنيات او بالنيه مركه وحق waxay noqonaysa marka weysada halkaas maxay u noqonaysa niyadi ayaa awl ah in niyadaas ku looraad haadirso inaad weysaysanayso laakiin adigoo gaafil aad as weysaysato niyadaada maxaa la weysadaada waxba ku jaban weysidi waa lagaaga baahan yahay waa inaad ku celisa niyadi waxa way niyada waxa la diiday in lagu dhawaaqo ay culimadu diideen in lagu dhawaaqo oo la dhahna weytu la dhaho saas afka lagu dhawaaqo waa mamnuuc لكن إن إن أتكتكت معها تسمع عنها معها إن النيد إسك أتكتكت معها عمل كسته ولا هو بهنيه بل حا لقيس الربا يا عمل يا ليرا لقيس الربا سيد حج كعمل
حجك إن لغور واقع نيديس إن لغور واقع ولبيك اللهم لبيك ليرة وشيء مأمور حديث تقص أرورته لكن الصلاة ده يو ويسا ده يكمل سؤالنا إيه محيلي لا بركعة أو ويسا ده كده مرك كسوس ويسا أتوكته أجر كده وحلقو متيسا جنة لوقتها جنة أي لوقتها يكوي ماذا يسا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أيوت وجي صحابة رضوان الله عليهم أجمعين مركز ويري بلال من رواحة أو أهاي مارتي مؤذن كرسولك صلى الله عليه وسلم وتقرن إيسان أيو ويري مركز ويري بلالو حالي وحنكو أركي هذا هو الجنة ذي إيقاه الرأيانكو أركي محادثة ما يسويرو تكون متيست بلال وحويري wax aan ku mutaysi arrinkaas ma garanay illa ma weeseysto iyo weeyso ma bal imaado dhaarintan la imaadon weeseysto maba weeseysto ha ahaato salaad maartay habeenki maartay saqda dhaadan soo kac noqota iimaanin haday noqoto hadaan ba weeseysto illa waxaan tukuda wiri laba rakacayn tukuda taas wiri rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam taas ay jannada ku gashay amalka balfiir yaraantiis وين دوي سيستو طهر قادته دوي سيسته وهدين لبر ركع بسليمات انت سجنتكم متيستي بل حوير النبي صلى الله عليه وسلم وحان مقلي ادو جنات ايغه هري سعودك كبا هذا كفر دو غودان مقلوير قفكم ولا غران كرا اسو سعودكيس سو كغرت ولا غران كرا قفك اد غرنيس ود غران كرتا سعودكيس مارته ايو فدقديس ود غرنيس كبا سو كيلا النبي صلى الله عليه وسلم قفك جنات اوغه هرمري او مارتي oo hortiisa iska arkay amalkaas amal sahlan ma ay ka dhigantahay wa inaan ku dadaalna marka markasta ayaan ku dadaalna marka weysadaas wa inaan ku dadaalna waxa kale oo fadliga kamid ah weysada wax jaceylkiisa ayaa lagu mutaysaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin ilahi subhanahu wa ta'ala ku istahiriya wuu jecel yahay ya Allah subhanahu wa ta'ala jaceylkiisa ayaad ku mutaysanaysaa hadii weysid aad ku dadaashay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku jeclaanay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku jeclaanay waxa kale oo kamid ah weysada weysada waxa waaye iimaanka ayay ziyadinaysaa maxay yiri al iman yazid waxay noo sheegeen ahlu sunna wal jamaa'a waxay qabaan al iman yazid wa yanqus yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah waxaad ku ziyadaaya amal kasto oo wanaagsan oo ay ka mid tahay weysada salaada amaashaas cibaadadaas ay ku ziyadaaya waxaanu ku nusqaamayaa markasta oo qofku macsiiy galo oo dambi galana amalkiisu waa soo nuqsaamaya waxa yiri nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri at-tuhuru shadrul iman lis tahiri tuhurudaasi waa shadrul iman iimaanka nuskiisu waa marka qofka la imaada iimaanka nuskiisa uu la imaaday ka dhigantahay waxa kale oo kamid ah weysada in lagu dhaafaya zunubta lagu dhaafay nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu noo sheegay markasta oo qofka wajiga dhaqa waxa waaye biyahay raaca dambiga biyuhu u raacaya gacnaha sidoo kale lugaha sidoo kale markasta waa sida xadiis ku soo aroortay way waxa kale oo kamid ah weysada fadligeeda nur baa qofka ka kacay yowmal qiyaama maalinta qiyaama dadka waxa lagu garanayaa weysada raadkeeda lagu garanayaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay yudcawna yowmal inna ummati yudcawna yowmal qiyaamati waloo yareey u leeyahay ummadeyda maalinta qiyaama ghurran muhajjalina ayo maarta birirta ifaayeen oo muhajjaliina hadina xibnahooda ay garanta xibnaha ay ku xibnihi weysada ay garan yihiin ayaa maarta ayaa loo yeeri doona yaani qofku markuu adduunkan joogay ayaa birirta laga arkaaba aakhira marka meeshaas maxay isku bedelaysa nuur bay isu bedelaysa xibnihi dhamaala oo weysada kulli nuur ay isu bedelayaan xibnihi way isu bedelayaan nabigeena sallallahu alayhi wasallam ummadaada marka la yiri sidaad ku garanaysaa ummadaada sidaas ku aqoonsanaysaa
wuxuu yiri hadday farda cadcas ay kuuka ay kaaga darsamaan kuu maaragtay midow ay kaaga darsamaan ma kala bixin wayna maye waad kala taqaanaa noocyad u kala joodaa aniguna sidoo kale wuu yidhi kuu caddaay oo kuu ku darsama kuu midowa ay la mid yihiin maxay waxaa caddeeyey maxaa waaye waxaa waaye salaada nuurkeeda waaye nuurkaa ka aftay maayo nuurkaa laga garanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu salaadeena naga aqbala dahaaradaas ammaanin kasta aan maaragtay aan la imaadayna oo weysada ay ka mid tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu dhowro nuur ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga dhiga maalinta qiyaama ee aan weydiisanaynaa intaas ayaan ku soo gaabinaya wabillaahi tawfiiq.